مشاهدينا رجعنا تاني لحضراتكم بعد الفاصل، مكملين مع النجم الاهلي السابق كابتن احمد شكري. كابتن احمد قول لي بقى، في رمضان بتحب تاكل ايه، تشرب ايه، يعني حاجات كده بقى ايه بتستنى رمضان عشان تاكلها؟ يمكن اول يوم زي ما بقول لك بروح عند والدتي، يعني انا بحب طبعا ان يعني هي بتبوظ شكلك جامد الايه. طبعا اول يوم ده بقى طبعا بيبقى حمام مثلا، محشي بقى الحاجات المحشي طبعا ده انا اساس. انا والدتي كمان بقى للمحشي ده يعني ايه حاجه تانية، فبقى مستني طبعا اليوم دوت، ان اول يوم طبعا في رمضان بيبقى كلنا مستنيينه، يعني بيبقى ايام كلها خير وبركه. فيمكن ده الاكل اللي انا بحب يعني اكله عندي، المحاشي والبط والحاجات دي والحلويات. ايه بقى الحلويات؟ طبعا انت عارفه في رمضان بيبقى الكنافه، القطايف، بس فده بيبقى اول يوم. تاني يوم بقى بعكس بقى طبعا عند حماتي طبعا، عشان ما ينفعش فلازم ايه بنروح عند حماتي طبعا، بيبقى الاكل طبعا ده اللي انا بحبه برده، بيبقى ايه نفس الاكل يعني برده. بتعرف تطبخ؟ قول لي. طيب انا لا ما خالص بقى. لا الحاجات البسيطه بقى، لا البطاطس اللي عارفه انت اللي الاول فطار وحاجات، معتمد طبعا على مراتك اكيد. بالظبط كده، لكن اكل لا. مش في رمضان تحديدا بتحب تخرج بره البيت ولا بتقعد في البيت اكتر؟ لا انا عامه بحب اصلا، انا بحب ما بحبش اخرج كتير يعني في الطبيعي بشكل عام. بشكل عام بالظبط. بس انت عارفه رمضان بقى لا بيبقى شويه عندي زي ما بقول لك، بنخرج مثلا يوم نتسحر بره، بروح عندي والدتي عند كده اللي هي اللي عارفه. لكن في رمضان لا، مختلف شويه عن بيت الايام يعني. لكن بيت الايام لا، بحب اخرج بس مش كتير يعني، بحب البيت اكتر يعني. هل شايف رمضان فرصه انك تجمع اللعيبه القريبين منك وتفطروا مع بعض او تتسحروا مع بعض؟ هل ده بيحصل؟ لا والله مش ما بقاش يحصل زي ما انت عارفه يعني، كل واحد بقى في ظروف مكان طبعا المباريات والكلام ده بالظبط. لكن كان في وقت من الاوقات اتذكر من كام سنه يعني، يمكن احنا اللي هو فرقتي واحنا صغيرين في الناشئين يمكن جمعنا بعض مره ونزلنا اتسحرنا مع بعض وفي يوم فطرنا. بس زي ما بقول لك بتبقى صعب قوي ان انت خلاص بقى مثلا اللي بطل شغال مش عارف فين، واللي بره مصر واللي في مكان تاني، فبتبقى صعبه شويه. انت من اللعيبه اللي بتحب تلعب وانت صايم؟ جربت مره لا، بس صعب قوي يعني. شايفها صعب؟ لعبت مره انا في افريقيا مع النادي الاهلي، كان عندنا ماتش لو متهيألي ما اتذكر اورلاندو، لعبنا في رمضان فانا اصريت انا صايم، فلا ما اثر عليا بالظبط. يمكن خسرنا الماتش ده كمان يعني، لان كانت اغلبيه الفرقه صايمه، اثر علينا بشكل كبير يعني في البطوله يعني. هسالك سؤال فانتزي شويه، قولي مين من اللعيبه العالميه عايز تفطر معي؟ من العالميه بطل يعني او لسه بيلعب او كده، اي حد جه في دماغك حالا تقوله على طول؟ يمكن في اللي جه في دماغي حالا اللي هو راؤول جونزاليس. اوكي. بالظبط، يمكن وانا صغير كان كابتن بدر رجب يعني كان هو مسميني الاسم ده، فكنت بحبه جدا وانا صغير يعني، فهو دوت اللي ممكن اللي هو افطر معاه.